النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية خلق آلية جديدة لتعزيز حماية أصحاب الأعمال البحرينيين من مخاطر التعاملات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الخارجية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميا في هذا الصدد. وأضاف خلال اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس مع الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون أن استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى على أرض مملكة البحرين يعتبر هدفا من أهداف الغرفة التي رسمتها ضمن استراتيجيتها في دورتها 30 لتعزيز نمو قطاعات الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. أعلنت غرفة دبي العالمية أن بعثتها التجارية إلى السنغال والمغرب اختتمت جولتها بتوقيع 4 مذكرات تفاهم في المغرب وعقد أكثر من 300 اجتماع ثنائي في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المغرب لبحث فرص تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية. وأوضحت الغرفة وهي أحدى الغرف 3 العاملة تحت مظلة غرف دبي أن مذكرات التفاهم تهدف إلى تمهيد المزيد من فرص النمو والتعاون بين شركات دبي ونظيراتها المغربية من أجل التوسع في القطاعات الواعدة. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند أي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف جاء بدعم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في المتوسط خلال الأعوام المتراوحة بين 2025 و2027. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. ضاعفت المؤسسات المالية في بريطانيا استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 مرات في عام 2023، حيث لعبت البنوك الصينية أدوارا نشطة في هذه الحملة الخضراء. وبحسب تقارير صدرت مؤخرا، ارتفعت الاستثمارات التي ضختها المؤسسات المالية البريطانية في مشاريع الطاقة المتجددة لتصل إلى 2,300,000,000 دولار أمريكي في عام 2023. وكشف البيانات أنه منذ عام 2015 أصدرت المؤسسات المالية الصينية أكثر من 12 مليار دولار في شكل سندات خضراء عبر بورصة لندن. انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أفضل قليلا من التقدير الأولي لانكماش بنسبة 2% وفقا لبيانات حكومية. وجاء تعديل الانكماش بسبب استثمارات القطاع الخاص التي سجلت سالب 0.4%، وظل الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك مقارنة مع الربع السنوي السابق، وكان نمو الأجور بطيئا كما ارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.